مكملين معاكم كلامنا عن أهم التوصيات اللي خرجت من المؤتمر الاقتصادي امبارح، ويمكن منها وضع رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيماوية، وأيضا نتيجة وتنمية الصادرات الصناعية. خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر وقراءة وافية عن التوصيات اللي خرجت من المؤتمر الاقتصادي. دلوقتي معانا ضيفنا على التليفون الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. إلى أي مدى توصيات المؤتمر الاقتصادي تجد حلول لما يعبر به العالم كله ومصر من ضمن هذا العالم من أزمات اقتصادية؟ خلينا نتكلم ان المؤتمر كان فرصه كويسه لحوار صريح وشفاف ما بين كافه اطراف المجتمع، سواء دوله او حكومه او قطاع خاص او مؤسسات بنكيه او ماليه. والمؤتمر شهد توصيات في الاخر جيده جدا فيما يتعلق بالسياسه الماليه والسياسه النقديه وتسريع وصول اتفاق مع صندوق النقد وتخفيض الدين وحاجات كتير زي كده، واهمها زي ما حضرتك ذكرتي ان احنا نهتم بالصناعه بشكل كبير وتعميق المنتج المحلي. والوصول هل التوصيات اللي خرجت دي يا فندم كان يعني ده اللي القطاع الخاص عايزه وده اللي المستثمرين بيتكلموا عنه؟ اما طرحوا مشاكل كتيره يا فندم متعلقه ببيئه الاستثمار والتراخيص والحصول على الاراضي، خدمه الحريق والاعتمادات المستنديه ووفره الدولار وحاجات كتير. تمام؟ والحكومة وعدت أنها تنفذ هذه التوصيات بشكل متسارع عشان تلقى قبول ومصداقية على أرض الواقع. لما تكون يا فندم الرئيس وحضور الرئيس الاستفتاء وحضوره الختام ده خير دليل على مدى اهتمام الدولة برأسها للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتبقى عملية، يعني فعلا تبقى قابله للتنفيذ وتمس حل المشاكل الموجوده على ارض الواقع. لما يكون في شكوى فعلا من قصه استخراج التراخيص زي ما حضرتك قلت، وفي بعض البيروقراطيه ما زالت يعني ايه بيعاني منها بعض هؤلاء المستثمرين فعليا، الحاجات دي ازاي يتم حلتها على الارض؟ ازاي يتم حلها؟ ازاي نقدر ندور؟ لا، واضح وبسيط يا فندم، ان انا النهارده بعمل مثلا نافذه شباك واحد اللي هي وان ستوب شوب، لازم يبقى الموظف اللي جوه مخول تخويلا كاملا انه يمضي، كانت بحرك ما يرجعش للجهه بتاعته وبعد كده يرجع يرد، وقصص وحوارات تاخد لها وقت قد كده. لما اجي اعمل نافذه شباك واحد، الموظفين الذين لم يحصلهم تفويض كامل او تخويل كامل لاتخاذ القرار لازم عندهم هذه الفرصه. وده ينطبق مش بس على مثلا نافذه الشباك الواحد خاصه بهيئه الاستثمار، لا كمان على هيئه التنميه الصناعيه اللي لازم يبقى لها فروع في كل المحافظات. دي مشكله، النهارده المستثمر بيضطر يروح من المحافظه يرجع التجمع الكامل، دي مشكله كبيره. المناطق الصناعيه كانت بحرك، فدي كلها لازم تبقى كل الخدمات اوتوميتد من ناحيه، كل الهيئات والمؤسسات الحكوميه مربوطه ببعض باك تو باك من فرونت اوفيس او باك اوفيس من ناحيتين، وعشان يحصل الكلام ده كل الهيئات دي كل ما عملنا كده عملنا ري انجينيرنج للخطوات بتاعتها وري كوستنج للتكاليف بتاعتها تبقى جاهزه. ففكره الميكنه الكامله لكل الخدمات دي مهمه جدا، لانها كمان تنطبق مع استراتيجيه الدوله للتحول الرقمي وشمول الميزانيه. صحيح. طيب يا دكتور، واحنا بنتكلم عن التصنيع المحلي وانه يمكن هو كلمه السر اللي جايه علشان نوفر عمله صعبه او علشان عندنا ازمه في مستلزمات الانتاج عالميا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، اي القطاعات اللي مصر تاخدها صناعيا وتقدر انها تنفذ من خلالها اقليميا ودوليا؟ خلينا نتكلم ان احنا من غير صناعه وزراعه قطاعين قويين ومتشاركين مع بعض محققين قيمه مضافه على ارض الواقع، تمام، اي دوله ما عندهاش الحاجه دي هيفضل عندها ازمات اقتصاديه. صحيح. انا محتاج النهارده استهدف 100 مليار دولار بالحريق، ده مستهدف مش كبير، انا محقق 45 مليار دولار السنه اللي فاتت سواء بتروليه او غير بتروليه. طب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اهتم بالمنتج بتاعي، جودته، تكاليفه، تمام، وبالتالي انا عشان اعمل الكلام ده محتاج اشنع المصنع المحلي او مصنع جديد يخش السوق. بالحريق. فانا عندي القطاعات اللي انا عندي فيها ميزه تنافسيه، قطاع التصنيع الزراعي ده مهم جدا واستفاد بشكل كبير جدا في ازمه كورونا، خدت بال حضرتك، منتجاتنا الزراعيه كان ليها دور كبير انها تغطي بعض الاسواق العربيه وتنتشر فيها. الحاجه الثانيه عندي قطاع التكنولوجيا الماليه، والتكنولوجيا ده من الحاجات المهمه جدا، عارف توصيل التكنولوجيا ده مهم. الحاجه الثالثه عندي عشان اوصل للصناعه، انا النهارده بنفكر نعمل صناعه لتصنيع السيارات، دي اسمها تصنيع السيارات. انا عشان اوصل النقطه دي لازم اشتغل الاول على مكونات السيارات، فبالتالي لازم اوصل مكونات السيارات اللي تدي ايدج للشركات لما تيجي موجوده يبقى عارفه ان المكونات موجوده حواليها. صحيح.
طب النهارده هستهدف ايه في السيارات؟ لو انا النهارده مركز في صناعه السيارات الكهربائيه يبقى لازم افكر في هذا الاتجاه. الحاجه الثانيه موضوع التكستايل، صناعه الغاز والنسيج. احنا عندنا ان شاء الله النهارده اكبر مدينه صناعيه لغاز النسيج في حتتين، عندنا في المحله وعندنا في المنيا، خدت بال حضرتك؟ فدي كلها انا بالنسبه لي عندي مزايا تنافسيه من حيث من حيث المكان، من حيث الفئات التجاريه، من حيث لم تستغل حتى هذه اللحظه. صحيح. بشكل مفهوم، خدت بال حضرتك؟ فالنهارده انا عندي قطاعات صناعيه واحده زي ما قلت لحضرتك، عندي قطاع الطاقه الجديده المتجدده، ما زال في فرص للنمو والاستثمار. عندنا شفنا الفتره اللي فاتت بعض الاستثمارات في الهيدروجين الاخضر، والنهارده انا عندي مؤتمر كوب 27 الشهر اللي جاي. صحيح. في 7 نوفمبر هيقعد اسبوعين عندي، فالنهارده لازم استغل كل هذه الفرص. في مبالغ كبيره مخصصه للاستثمارات الخضراء، فبالتالي النهارده نطلع مشروعات بانكبل انفستبل، يعني كاربه للاستثمار، عشان نعرضها معارضها تلقى قبول مباشره وتاخد حصه من الفلوس المرصوده. صحيح. في مؤتمر من ناحيه. طيب استاذ ابراهيم، يعني الصناعه ربما تكون يعني ايه طريق زي ما بيقولوا كده للاستثمار الطويل، يعني ممكن تاخد سنوات، ولكن الحل السريع الجذري اللي بيدخل دولار فوري او عمله صعبه فوريه للخزانه المصريه هو السياحه. دوله عملت العالمين الجديده، عملت سياحه اليخوت او عملت مرفأ لليخوت، كونت مدن كامله جديده وعندها خريطه هايله للسياحه تقدر على الاقل تستوعب السياح اللي جايين من اوروبا خلال الشتاء القادم. ايه هي مشاكلنا في السياحه يا فندم؟ يعني عندنا هل مشكله سلوك، هل مشكله اجراءات؟ اتفضل. العمال المدير في السياحه او الناس اللي بتشتغل قطاع السياحه غير مدربين بشكل كافي. موضوع التاكسيات اللي عملت خاصه في السياح من هنا ومن هنا، كانت عامله عقده مش لطيفه. استغلال كنت امبارح يا فندم قريت خبر انه هيتم في شرم الشيخ على وجه التحديد، واحنا بنستقبل مؤتمر المناخ في الشهر القادم، تركيب كاميرات داخل كل العربيات الاجره، الميكروباص والتاكسي خلال قمه المناخ. القوانين تحكم زي اوروبا يا فندم. ان النهارده السائق التاكسي هناك يعني عارف يعني ايه انه بيستقبل حد وبيتعامل معاه ازاي. النهارده انا هدي مثال، لما تيجي تنزل اسكندريه النهارده التاكسي الاصفر يعني قمه في او يعني سوق يعني شكل مش طبيعي في التعامل والاستغلال على ارض الواقع. طب النهارده المسائح لما يجي ينزل اسكندريه مثلا يركب التاكسي الاصفر هيطلع عيني، خد بال حضرتك؟ لانه يعني مش عارف، ما فيش اجره محدده، السائق غير لائق، العربيه غير لائقه، خدت بال حضرتك؟ حاجات كتيره. عشان كده احنا بنتكلم انه مدينه شرم الشيخ وهي جاي لها زوار من كافه دول العالم الشهر الجاي. شرم الشيخ النهارده بيتعمل عليها تركيز جامد جدا عشان صلاه المؤتمر المناخ. النهارده عندي اتوبيسات نازله بالطاقه النظيفه، بالكهرباء. صحيح. بالطاقه النظيفه. النهارده اهتمام من كافه الفنادق عشان تبقى كلها جرين، خدت بال حضرتك؟ اهتمام بالستاف وتعاد تدريبه مره اخرى. صحيح. اهتمام حتى بالحركه بالتاكسيات الموجوده هناك، بالمواصلات، في تشديد ورقابه شديده على شرم الشيخ. ما احنا املنا ان شرم الشيخ تكون نموذج. صحيح صحيح. طيب دكتور، مساله تنفيذ التوصيات اللي خرجت من المؤتمر الاقتصادي واشراف القياده السياسيه على هذا التنفيذ، لاي مدى ده يؤثر في السوق وفي القطاع الخاص وانه يكون محفز ليهم على انهم يبتدوا يشتغلوا؟ اولا لازم نشكر السيد رئيس الجمهوريه الاستاذ فتاح السيسي على وجوده في الافتتاح والختام وتاكيده على تنفيذ التوصيات، وتاكيده على ان كل اطراف لازم تكون مشاركه في هذه التوصيات، كما انها ادت ودلوها في 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 وضع هذه التوصيات، لازم تشارك هذه التوصيات من الناحيه الثانيه، وده تشديد وتعليمات شديده بالنسبه للحكومه وكافه الاطراف ان هذه التوصيات تنفذ ومتابعه مستمره دقيقه وشديده على تنفيذ التوصيات، فده مهم. النهارده كان يعني موضوع استراتيجيه الصناعه تطلع خلال 3 شهور، لازم تطلع خلال 3 شهور، لازم اعرف النهارده اركز على قطاعات تمام وهعمل معاهم ايه؟ بالحريق. فلازم القطاع الخاص يشوف ان الدوله مش بتهزر، داخله بجد فعلا، تدي دور اكبر للقطاع الخاص، تفسح المجال للقطاع الخاص، خدت بال حضرتك؟ محتاج ابني عليه الفتره الجايه تنميه حقيقيه عشان اقلل معدلات البطاله وارفع مستويات التشغيل وارفع مستويات التصدير، وبالتالي الحصيله بتاعت الدوله من الايرادات بتاعتها تزيد، وصادرات تزيد، خدت بال حضرتك؟ واستثمارات تزيد سواء توسعات او استثمارات من الخارج. النهارده القطاع الخاص بيشتغل وبيكبر، بيديني ايمج كويسه للي بره. تباعا يتحقق ده بكل تاكيد. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده يا فندم.